بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأنفسنا ولا لأحد فيها شيئا، إنه على ذلك قدير كريم، اللهم أمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوقظ أمتنا من غفلتها، وأن يعيدها إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وأن يخرج من بيننا قائدا ربانيا يقودنا إلى الحق، وننقاد خلفه خلف كتاب الله وسنة رسوله، اللهم أمين. ونسأله سبحانه وتعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرأف بأمة محمد، وأن يرحمها، وأن يؤلف قلوبها على الحق وعلى الإيمان، اللهم آمين آمين. وبعد، في حديثنا في كيف عامل الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه في الدرس التاسع، نتكلم على كيفية تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. وقد تكلمنا في اللقاء الثامن عن أول درس من دروس التربية، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وهذا واجب شرعي على من له ولاية على الآخرين. فالنبي أعلمنا بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر لنا والرجل راع في بيته ومسؤول عن أهله وعن أهل بيته. هذه المسؤولية تجعل كل واحد فينا يسعى جاهداً أن يحسن من علاقته مع ربه، ومن ثم يحسن علاقته مع نفسه ومع الناس، وأولى الناس أهل بيته. والتربية هي من أعظم المقاصد التي من أجلها أرسل الله الرسل. إبراهيم عليه السلام دعا ربنا سبحانه وتعالى وقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالتزكية هي التربية، هذه التربية أن يعلمهم كيف يصلون إلى الله عز وجل، هذا الجانب التعبدي، كيف يتعاملون مع الخلق، هذا الجانب الأخلاقي، وفي كل مناحي الحياة، إذ أن الحياة ليست سهلة، بل الحياة كما وصفها ربنا أن الإنسان خلق في كبد، يعني مشقة شديدة. وقال ربنا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي الحياة فيها مشاق كثيرة، ينبغي على العاقل فينا أن يكون صبوراً وأن يكون حليماً. وهذا ما يستطيع الإنسان أن يواجه أزمات الحياة ومصائبها إن لم يحسن أهله تربيته، وإن لم يحسن الزوج تربية زوجه. وبالتالي كما ترون في مجتمعات المسلمين ما يحدث فيه من خلافات تؤدي إلى دمار الأسر. تكلمنا على بعض الأسس التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ومن ثم ينبغي علينا أن نعلمها لنسائنا، وكذلك لأبنائنا ولذرارينا ومن لنا ولاية عليه. أولى هذه الأمور التي نذكرها اليوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي زوجاته عن الكلام بغير علم، الكلام بغير علم. كم من هديه صلى الله عليه وسلم يحذرهن من القول على الله بغير علم، بغير علم، حتى لا تستعجل زوجته في الفتوى أو تتسرع في الحكم. فهل هذا الكلام خاص بأمهات المؤمنين؟ لا، إنه أمر عام، أمر عام. حياة الناس في أمور كثيرة، لو مثلاً في مسألة من مسائل الماث الرياضيات، وجيت على جماعة من الناس
قلت والله يا دكتور أنا عندي مسألة من مسائل المواريد، مسائل الرياضيات الماث، وأريدك أن تساعدني فيها. قبل أن تنطق حضرتك ربما يتكلم 3 4 10 5 6 وكل واحد يدلو بدلوه ويفتي، ولربما أو على الأغلب يكون فتواه بدون إيه؟ علم. بل في أمر الدين الناس أسرع إلى الفتوى من غيرها. ربما يقول لك والله أنا ماليش في الرياضيات، والله أنا رجل تخرجت أدبي بتاع جغرافيا وبتاع تاريخ وبتاع الحاجات هذه، فأنا ما لي في الرياضيات. إنما في مسائل الدين ما أسرع الناس في الفتية، ما أسرع الناس في الفتية. هب أنك دخلت أي كافي شاب، أي قهوة من القهاوي اللي بيقعدوا عليها الناس دي، وقلت لهم سلام عليكم، هم عارفينك وعليكم سلام. في واحد حلف لمراته امبارح قال لها على الطلاق لو طلعت من البيت هتكوني بيكي وعليكي، صدقني اللي ماسك الشيشه يسيبها ويفتيك، واللي بيلعب شده بالقمار هيسيب الكارت بتاعه ويفتيك صدقني، واللي على الشده هناك بيعمل لهم الشيشه ولا الحشيشه هيفتيك. تجرؤ غير عادي يا اخي، تجرؤ غير عادي. مع ان ربنا سبحانه وتعالى صعد الامر ايهما اشد في العقوبه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى آخر الآيات، ثم ذكر ربنا قل إنما حرم ربي، عد معايا، الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأعلى منها والإثم والبغي بغير الحق، الظلم بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعلى من كذا إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يفتي بدون علم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي نساء على ذلك، أن يحذرن أن يفتين في دين الله من غير علم. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة الصبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله، هي بتتطوع بقى بتفتي السيدة عائشة من قبل النبي ما يتكلم، قالت يا رسول الله طوبى لهذا، طوبى شجرة في الجنة، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء، طفل صغير مات ولم يدركه، أي الملكان لم يكتبا عليه. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ في حاجة تانية غير كده يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، يعني ربنا يعرفهم، مش خلقهم عشان يدوم الجنة ودول خلقهم عشان يدوم النار، لا، خلقهم عشان يدخلهم الجنة لكن منهم انحرف وراح النار. خلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. العلماء، الإمام النووي يقول أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. طب ليه النبي رد على عائشة وصار أن يقطعها في الكلام حتى لا تتحدث بدون دليل قاطع، لا تتحدث بدون دليل قاطع؟ احنا بنقوله دايما، انت بتشوف الناس هنا لما بيحضروا الجنازات بقينا معظمنا بيعملوا زي القساوسة، هو في مكان احسن دلوقتي، وانت متأكد في مكان احسن؟ انت بتقول ارجو من الله، بس قول ارجو من الله، قول ان شاء الله ارجو من الله يكون في مكان احسن، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يغفر له، ان شاء الله ربنا يجعله من المرحومين. طب نقول المغفور له والمرحوم له، جائز جائز، هذا رجاء، حسن رجاء، حسن ايه رجاء، لكن دلوقتي مقطوع في الجنه، هذا في الجنه، ده كان كويس وعمره ما صلى وودوه الجنه، واخد بالك؟ فالناس الان بقى عندهم سرعه في الافتاء بدون علم، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في تربيته لهم. لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم بتاتيه مسائل كثيره، وامهات المؤمنين ربما يسمعن، فتحذيره لهن يكون امر ايه؟ قطعي، الا يتجرأن على الفتيا الا بدليل قاطع. اذا كان النبي بيقول كذا لمين؟ لعائشه. عائشه عالمه كبيره جدا رضي الله عنها وارضاها. يبقى احنا نعمل ايه؟ نتسرع في الفتوى ولا نقف
لا، كن وقافا عند حدود الله أحسن، أحسن. سيدنا عبد الله بن عمر لما أتى أحد الناس وسألوا عن ميراث العمة، فقال له الله أعلم، الله أعلم. فماشى صاحبنا بيكلم في نفسه، وعبد الله بن عمر يعمل إيه؟ يقبل يديه من ظاهرها وباطنها هكذا، ويضرب على صدره ويقول نعم الرأي يا أبا عبد الرحمن، نعم ما قلت. يريدونك أن تفتي بدون علم، ثم تقع أنت في جهنم ويكون ظهرك مثل الجسر يمرون عليه ويدخلون إلى الجنة، والله ما يكون لنسابقنكم إلى الجنة. كان مبسوط جدا بهذا، مالك على عظيم قدره، مالك مدرسة، مذهب كبير جدا جدا. لما جالوا اللي سألوا 100 سؤال وجاوب هو على بضع مسائل، كام؟ 18 أو 17 مسألة، والباقي مش بيقولوا عنك مالك إمام الدنيا وإمام دار الهجرة قال اذهب وقل لمن خلفك إن مالك لا يعلم، إن مالك لا يعلم، أنا لا أعلم. ولذلك شيخ مالك كان بيقول إيه؟ علموهم قبل أن تعلموهم العلم قول لا أدري. ليه؟ يقول أن لا أدري نصف العلم، الله أعلم دي نصف الإيه؟ العلم. العامة بيشوفوا الشيخ أو الداعية أو اللي بيعرف يتكلم كم كلمة يفكرون أنه هو إيه؟ شيخ مطمطم بيفهم في كل حاجة. حصل الكلام ده مع مين؟ مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان في الكوفة بيخطب على المنبر، قاطعه أحد الناس وقال إني سائلك سؤالا ينبغي أن تكون تعلمه فإنك تعلم كل شيء. فقاطعه علي وقال لا، إن الذي يعلم كل شيء هو الله رب العالمين، إنما أنا أعلم أشياء وما غاب عني أكثر. إن الله يقول في القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومش عيب على فكرة إن أنت تقول ما تعرفش، آفة الناس إيه؟ الكلام بدون علم آفة الناس، آفة الناس. والملائكة بتكتب بيحرف ويحلل ويحرم ويخرب بيوت الناس بسبب إيه؟ إنه بيدخل في أمور لا يدري لها بالا، لا يدري لها بالا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي نساءه على ذلك، أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن على ذلك، وهذا أمر عام. كذلك من الأمور التي ربى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه كان يأمرهن بالتقوى ومكارم الأخلاق، الأخلاق العظيمة. تقوى ربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا أبي بن كعب قال لعمر بن الخطاب لما سأله قال له إيه هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ قال أمشيت يوما في طريق فيه شوك؟ مشيت في يوم في طريق فيه شوك؟ قال له نعم. قال له بتعمل إيه؟ قال أشمر، أجلكم الله بيرفع الإيه؟ الثوب بتاعه، وأجتهد، يعني أنظر في أي مكان سوف أضع إيه؟ قدمي. قال كذلك التقوى، كذلك التقوى. الشوك ده هي ايه؟ المعاصي، شوك المعاصي، شمر واجتهد. يقول النبي لعائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، الرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه. الإنسان الرفيق هذا الحليم اللي ما بيعجلش اللي يعني هادئ الطبع هذا شيء عظيم جدا، ولم ينزع من شيء قط إلا شانه. ساعة ما ينزع هذا من الإنسان، بإنسان غضوب، إنسان لسانه طويل، ما بيشين هذا الإنسان. وأهلينا علمونا وإحنا صغار مش كده؟ يقول لك الأدب فضلوه عن العلم، مش كده؟ وعايز عز عالي خالص خالص من غير فلوس ومن غير شهادات، خليك مؤدب، خلي عندك مكارم الأخلاق. الرفق بيكمل الشيء ويزينه، إذا نزع الرفق الإنسان بيشان بيعاب، لأن فيه منقص، هذا إنسان ناقص، إنسان ناقص. عائشة رضي الله عنها تقول أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة ارفقي واحدة 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 واحدة، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خير دلهم
على باب الرفق. اي بيت تجد فيه هدوء يبقى ربنا عامل ايه؟ فتح لهم باب الايه؟ الرفق، هداهم الى طريق الايه؟ الحلم والاناه والرحمه، وبالتالي تاتي الموده وياتي الخير كله اذا كانت العلاقه فيما بينهما كذلك. الرفق هذا والحلم مش مع الزوجة فقط، ومع أبنائك ومع جيرانك ومع الناس كلهم، ربنا يرفع بمقامك. والحلم كذلك يجعلك إنسان حكيم، الحلم بيأتي بالحكمة. لقمان يقول دخلت على داود وهو يصنع شيئا لا أعرفه، فقالت لي نفسي اسأله ماذا يصنع، فقلت لها اصبري خليك حليمة اهدائي، وظللت أختلف إليه، يعني أزوره مدة عام كامل، وبعد عام كامل ومسك نفسه بعد عام كامل قال نعم الدرع هذا، يبقى عرف اسمه ايه؟ الدرع، يقي الإنسان من ضربات العدو في الحرب، عرف عمله وهو رأى من ايه؟ مما يصنع. فقال بالحلم وصلت إلى إيه؟ إلى بغيتي. مش العم يقول لك إيه يا خبر بفلوس بكرة يبقى بإيه؟ مش كده؟ ما هو ده الحلم بقى، يعني واحدة واحدة. لا نجيب لك كرسي، ما ينفعش، هات كرم، هات كرسي للدكتور. لا هات كرسي، الله يرضى عليك، هات كرسي. فالرفق أمر مطلوب، أمر شرعا، أمر مطلوب في الحياة. والحلم والأناه، الحلم والأناه من الأمور التي ترفع قدر الإنسان عند ربنا سبحانه وتعالى وكذلك عند الناس. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي نساءه على حسن القول وينهاهن عن الفحش في الكلام حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين. تعرف لما يبقى اتنين عرب واقف معاهم واحد بيكلمش عربي وعايزين يدولوا، عارف بيقولوا ايه؟ طبعا انتوا عارفين، مش كده؟ عارفين ولا مش عارفين؟ انت راجل مؤدب بس التانيين عارفين برضو، مؤدبين بس عارفين، بيقولوا اللي هم عايزينه. بيقولوا هذا كلام من الخطورة بمكان. اصل اللسان ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لنا قل لعبادي يقولوا التي هي احسن، انتقي ألفاظك، انتقي الكلمات التي تخرجها من فيك لأنك محاسب عليها. مش قال له كده إن شاء الله على الكراسي النهاردة كلها كراسي، صلوا على النبي. قول إيه صلى الله عليه وسلم؟ الله نسيت أنا كنت بقول إيه، أنا بقول إيه؟ الكراسي. طيب يا كرسي، طب هو تعبان أنت قاعد جنبه بالكرسي ليه بقى؟ عشان تدويه، الله يدويك. طيب يا سيدي، صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاللسان ده أمر مهم جدا، أنت تحافظ على الألفاظ الطيبة. الألفاظ الطيبة دي بتكون مفتاح للقلوب. تتذكر مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة لما كان في المدينة في بداية الدعوة، لما أنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون سفيرا للأمة الإسلامية في المدينة قبل أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، وكان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ قاعدين مع بعض، وكان أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ، فقال أسيد بن حضير اذهب وأسكتهم لأن لي قرابة مع أسيد وأنا لا أريد أن أقطع رحمي، أنا ما أقدرش أزعله، أمه خالتي ما ينفعش أزعله، فروح أنت سكته أنا مش أسمع منه. فلما ذهب مغضبا أسيد بن حضير ووضع الرمح بعنف أمامهم كده ونهاهم عن ما يتحدثون به، لكن مصعب رد عليه رد عجيب جدا، قال له ما رأيك أن تجلس وتستمع إلينا، فإن أعجبك أسمعناك ما تريد، وإن لم يعجبك لن نتكلم معك بعد ذلك ولا مع أحد. كلام منتهى العدل، منتهى الرحمة، منتهى الأدب. قعد حتى يقول أسعد بن زرارة قال فرأينا الإسلام في وجهه من قبل أن يقول لا إله إلا الله، من حلاوة كلام مين؟ مصعب. اللسان
فكان النبي يربيهن على حسن القول وينهاهن عن الفحش في الكلام حتى مع غير المسلمين. مع غير المسلمين مش هنعلق كثير قوي على الحاجات دي، بس خليني اضرب لك مثال في القرآن. ايه اسباب ان الواحد يطلع مراته بره البيت ترجعها لاهلها؟ لما تقول لك يا ابن ال، ساعه ما تقول لك يا ابن ال ما تستحقش تعيش معاك، ربنا اللي قال كده، قال لا تخرجوهن من بيوتهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. فاحشه مبينه مش معناها الزنا، فكرها الزنا لا. وفي راجل بيرضى على مراته كده، ده يبقى ديوث، ده يبقى سيسي على طول على طول، او ترامب او حد منهم يعني. ها ديوث هذا. انما فاحشه مبينه معناها ايه؟ يعني ايه فاحشه مبينه؟ لا، تسب وتسب ابوه امه، تشتمه وتشتم ابوه امه، ادي الفاحشه المبينه. ها؟ مع انه قال من بيوتهن اكراما لهن، لكن لما طلع منها الايه الفحش من القول استحقت الايه الطرد، استحقت الطرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى ربى امهات المؤمنين على الا يخرجن فحشا من ألسنتهن حتى مع غير مين المسلمين. تقول عائشه رضي الله عنها استاذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السأم عليك، يعني الموت، السام عليك، الموت عليك. فقال عليكم واحدة بواحدة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يعني ما عليكش، واحدة بواحدة، بس ما تزودش، ما تزودش، كلمة بكلمة وخلاص. ما عليهم من سبيل. قالوا السام عليكم، قال وعليكم. عائشة غضبت، قالت السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. قال النبي عائشة مهلا، عليك بالرفق، إياك والعنف أو الفحش. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ شفتم ما بيقولوا إيه؟ بيعودوا يلفوا ويدوروا في الكلام أهو. قال ألم تسمعي ما قلت؟ سمعتيش ما قلت لك؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. يعني إيه؟ هم قالوا الموت عليك، يعني دعوا عليه، ربنا مش هيستجيب لهم، انما قالوا عليكم، يبقى ربنا يستجيب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، مفيش بقى ايه إطالة كلام. ترجم له اذا كان عايز ترجمه. قال يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. وفي روايه قال ما هي عائشه، ما وصيه اللي هي اصغر الكلمات في السكوت، يعني يسكت. فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، ربنا ما بيحبش هذه الألفاظ. لازم لسان المسلم يكون لسان إيه؟ لسان طيب طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته أمور الـ 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 الأدب في الحديث مع المسلمين ومع غير المسلمين. كذلك كان النبي حريصا صلى الله عليه وسلم على تعليم أمهات المؤمنين أمور العقيدة. آفة الناس إيه؟ آفة الناس في الوقت اللي إحنا فيه إيه؟ إيه آفة الناس؟ الجهل، مش كده؟ خلاهم وصلوا لمرحلة من مراحل الإيه؟ الشك، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤسس العقيدة في كل المسلمين الأوائل وكذلك أمهات المؤمنين. يربيهن على الخوف من مين؟ من الله تعالى. احنا في بلادنا واحنا صغار كانوا بيتربوا على الخوف من مين؟ الحيطان لها ودان، فاكر؟ عيب عشان الناس ما تشوفكش. امال ربنا فين يا عم؟ الناس مش هيعملوا لك حاجه، لن يقدموا ولن يؤخروا لك شيئا، لن يدخلوك جنه ولن يوصلوك الى عقاب الله في النار. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدي الامر. بني إسرائيل تكلموا على موسى كلام فظيع، ربنا قال لهم لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، مش برأوا الناس مما قالوا، وكان عند الله، مش عند الناس، وجيها. الناس ما لهمش قيمة، ما لهمش قيمة في موضوع الجنة والنار، اللي قيمة مين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيده الأمر في هذا الأمر. فكان يربي أمهات المؤمنين، والأمر عام طبعا،
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، على الخوف من الله سبحانه وتعالى في أقل الأشياء. في أقل الأشياء تجد الإنسان الصالح المؤمن دائما بيربط كل ما يضر له من أحداث بقربه من الله أو تقصيره أو وقوعه في المعصية. يعني مثلا يجي له خبر سعيد يقول الحمد لله عشان صليت الفجر النهاردة، يحصل له حاجة يقول لك أصلاً تكاسلت في صلاة الفجر النهاردة، أو أنا يعني عملت ذنب معين، أو أنا كنت بصلي السنة وما صليتش ركعتين السنة النهاردة، أو الأذكار أنا نسيتها النهاردة، أو فعلت أو فعلت، عمال يربط كل شيء بإيه؟ بعبادته وقربه من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. خدها منين دي؟ ده اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم نساء هذه الأمور، والذي علمهم صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. إذا ظهر سحاب في السماء وأقبلت ريح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة ما يرى ذلك، ساعة ما يشوف السحاب يدخل ويخرج ويتغير لونه من شدة الخوف. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فتقول له: يا رسول الله، أرى الناس، أنا بشوف الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا، ليه؟ رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. أنت لما تشوف السحاب بنعرف وجهك الكراهية، بينما الناس بيفرحوا. فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. ربنا قال بعدها: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، الأحياء كلهم ماتوا، كل الأحياء، كل الأحياء ماتوا، وما بقت إلا الإيه؟ إلا الآثار، بيوت فقط الباقية، والكل مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيربط الناس بهذه الأحداث. مش لما بتسمع صوت الرعد بتخاف، لما بتشوف البرق بتخاف، لما المطر يبقى فيه زخات شديدة بيحصل فيه خوف عند الإنسان. هذا الأمر بتربطه بإيه؟ بقانون الله سبحانه وتعالى، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، بيسكن في القلب الخوف من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. في نفس الوقت بيرجو أن يكون فيه إيه؟ ماء وخير ونبات ونماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيركز على أمر العقيدة مع أمهات المؤمنين في كل شيء، والحاجات المنكرة في العقائد كان بيوقف لها النبي صلى الله عليه وسلم ويبينها لأمهات المؤمنين. عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، ولنا يعني للجميع، يعني لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة. هذه الكنيسة يقال لها اسمها ماريا، كانت أم سلمة وأم حبيبة الاثنين رضوان الله عليهما ممن هاجرنا إلى أرض الإيه؟ الحبشة. فذكرتها من حسنها وتصاويرها، فيها تصاوير جميلة، وعملين يحكوا مع بعض. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم لما سمعهم بيتكلموا، فقال: أولئك إذا مات فيهم منهم الرجل الصالح، أو مات منهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. شرار الخلق عند الله تعالى. وبالتالي عارف أنت المساجد اللي فيها قبور ما يسمى أولياء الله الصالحين، في خلاف كبير جدا هل تصلي فيها أو لا تصلي فيها، مش كده؟ عند العلماء، خاصة إذا كانت في إيه؟ إذا كانت في القبلة، وخاصة كمان إذا لم يكن هناك سور فيما بينك وبينها. خلاف كبير جدا عند أهل العلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر المسلمين من هذا الأمر، من هذا الأمر، وبيحذر أمهات المؤمنين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسكت أبدا عن أي منكر يراه في بيته، بل يسارع إلى إزالته. المنكر هي الأمور الشرعية، الأمور في الأمور الشرعية، إنما الأمور الحياتية دي أكل وشرب ولبس والحاجات بتاعتهم بتاعت البيت دي ما أمور عادية، إنما المنكرات اللي فيها حلال وإيه وحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم همه الأول حماية أهله من المنكرات،
ينبغي أن يكون كل واحد فينا همه الأول التركيز على أولاده والتركيز على أسرته، تركيز على أولاده وأسرته. وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، قرام اللي هو الستارة يعني البرداية يعني فيها صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه قطعه، وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. يبقى أنكر عليهم بأمرين، بالقول والإيه والفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مسائل الصور هذه الفوتوغرافية، أنت عارف أن جمهور الفقهاء بيبيحوها لأنه حبس ظل، حبس ظل. وقالوا أن هذا الموقف اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة عمرت من هذا الستر إيه؟ الغطاء للوسائد، ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب قطعه ليه؟ قال لك: كان يلهيه عندما إيه؟ عندما يصلي، كان يلهيه عندما يصلي، وكان ينكر ما قد يصدر منهن من قول فيه تحقير للناس. ما تحقر أحد، أولى شيء أن أنت تحقر نفسك. لما تحقر نفسك تسقها إلى الأدب وتسقها إلى التواضع وتقتل عندها الكبر. مش معنى كده أن أنت ما يعني تترك عزة النفس، لا، في فرق كبير جدا بالأمرين. ما تحقر أحدا من الناس. عائشة رضي الله عنها حكت للنبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وبدأ يعدد ما يسرني، يعني إن أنا أكلم هذا الإنسان وأنا أخذ مثلا وزن أحد ذهب مثلا. معنى هذا الكلام إيه؟ تنقيص من قدر هذا الإنسان، تنقيص من إيه؟ من قدره. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاها عن ذلك، لأن هذا من الغيبة المحرمة. اثنين، هو بوابة الوصول إلى الإيه؟ الكبر. الكبر هو إيه؟ احتقار الناس، مش كده؟ احتقار الناس عياذا بالله. يعني واحد مثلا بيمشي أعرج، واحد يمثل جنبه إن هو أعرج، من باب إيه؟ من باب الاحتقار، مش من باب التمثيل. أنا عارفك بتضحك أنت على نفسك عشان أنت أعرج. في محدث اسمه الأعرج وما بيزعلش إن اسمه الأعرج، والأعشى محدث ما بيزعلش. ليه؟ لأنه بقى مشهور بهذا. إنما لو بيزعل منها، لو بيزعل منها، يبقى من باب الإيه؟ التنقيص والاحتقار، وهذا منهي عنه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن واحد يعمل حركات كده، واحد ماشي مطاطي راسه يطاطي راسه زيه، واحد أي واحد ذو هيئة معينة كده فيقعد يقلده على سبيل التنقيص والاحتقار، هذا حرام، هذا حرام. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر زوجاته من صغائر الذنوب، صغائر الذنوب، فضلا عن كبائر الذنوب. كان بيحذر من صغائر، يبقى الكبائر إيه؟ أولى، مش كده؟ ربنا قال لهم: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب إيه؟ ضعفين. خد بالك، ده أمهات المؤمنين الشريفات العفيفات الطاهرات، وحتى اللي اتهمت في شرفها لم يبرئها إنسان، إنما برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات ب10 آيات. ومن يقول غير ذلك فهو كافر، لأنه بينكر كلام مين؟ ربنا، بينكر براءة ربنا سبحانه وتعالى. عشان ما تقول لي السباب المسلم فسوق، لا، ده هو بينكر القرآن، بينكر القرآن. أصلاً صغائر الذنوب هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جداً. صغائر الذنوب دي عاملة زي الحصى الصغير. هي الجبال بتبقى من إيه؟ من حصى، مش كده؟ حصى مع حصى مع حصى مع حصى، يقول لك عمل بعمل ذنب صغير وربنا غفور رحيم، ويسهو عنه ويسهو عنه ويسهو عنه لحد ما يبقى زي الإيه؟ زي الجبل، فيهلكه، تهلكه هذه الإيه؟ المعاصي. لذلك ابن مسعود كان يقول إن المؤمن يرى ذنبه كأنه حجر على أصل جبل سيقع على رأسه، فدائما على حذر، عمال يتوب يستغفر يبعد عن مكان الإيه؟ الحرام بقدر الإمكان. بينما المنافق هذا بيرى الذنب إيه؟ مثل الذباب، وقعنا على وجهه فقال له هكذا، رجع الثاني عمل لها كده،
وقع تاني عمل لك وشغال. لبي يتذكر توبة أصلا صغائر. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال، وفي رواية إياك ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب الإيه الصغيرة، فإن لها من الله طالبة، فإن لها من الله طالبة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إياك أن تفعل الذنوب التي تحتقريها ولا تباليها، الذنوب الصغيرة خالص، لأن يوم القيامة ستقف أمام الله ربنا يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا وحاضرا هنا إيه ما عملوا حاضرا هناك في الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة مش كده، ومن يعمل مثقال ذرة خير أو شر، وهناك في الأنبياء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل شيء بتفعله بيكتب، بيكتب عند ربنا سبحانه وتعالى، فانتبه لمثل هذه الأمور، انتبه وأحدث لكل ذنب إيه توبة. كذلك كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في بعض المسائل المشكلة. عادي يعني حوار بين الزوج والزوجة وتراجعك في الكلام عشان تفهم أو تعي ما تقول، ده أمر مطلوب، وربما يكون كما قلنا تعرف العقل، تكلمنا عن مسألة العقل، في فرق بين العقل والذكاء، عقل الرجل أقوى من عقل المرأة كلمة واحدة، كلمة واحدة لم يقل أحد على ظهر الأرض غير ذلك، إنما الذكاء ممكن تكون امرأة أذكى من الرجل، أذكى من الرجل، فممكن بذكائها تقعد تراجعه في أمور، أو هذه المراجعة إما لتجلية الأمر عشان تفهم، وإما يعني يكون لها رأي أوجه وأوضح في هذه المسألة. ابن أبي مليكة يقول أن عائشة كانت لا تسمع شيئا إلا تعرفه، لا تعرفه أي شيء ما تعرفوش إلا راجعت فيه، يعني تراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرفه، لازم تفهم كويس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، اللي بيتحاسب بيتعذب. فقالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول في القرآن فسوف يحاسب حسابا يسيرا. بدأت تراجع، هي فهمت من الآية إيه؟ يحاسب حساب إيه؟ طب إزاي من حوسب عذب، عذب إزاي يعني؟ كيف يتعذب هذا؟ وربنا بيقول حساب يسير أهو. فقال صلى الله عليه وسلم معنى الآية مش الحساب، إنما ذلك العرض المرور العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. اللي يقول له تعالى في اليوم الفلاني كلفت، كان وقت صلاة الظهر صليت ولا ما صليتش، وصلاة الظهر خدت فيها كام، ونطقت كم كلمة، وتحركت كم حركة، وكانت لله ولا للشيطان ولا للنفس ولا للهوى ولا للدنيا، وقعت في ايه، عملت ايه، كل شيء الى يوم مماتك. الله اكبر، الله ده هلاك، هلاك يعني، لولا رحمة ربنا سبحانه وتعالى يهلك الخلق اجمعين. وده اللي دفع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا يدخل احدكم الجنة بعمله. قالوا ولا انت رسول الله؟ قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. والعلماء قالوا رحمة ربنا ان يقبل منك الحسنة ويضاعف لك فيها الاجر عشان تزيد عن الايه السيئات، ثم يدخلك بفضله ومنته وكرمه جنة الرضوان. ربنا يجعلنا واياكم منهم. وكان صلى الله عليه وسلم يغار على نساء، يغار على نساء. عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث. عارفين المخنث ولا مش عارفينه؟ عارفينه مش كده، اللي هو اثنين في بعض، يعني ذكر وأنثى، المزدوج هذا. وهذا في المواريث ليه مسائل، يعني بيشوفوا أجلكم الله البلب يخرج منين وبيغلب عليه، بيغلب عليه، ما بياخدش لنصيب المرأة ولا نصيب الرجل يعني في المواريث يعني. ولي أحكام كثيرة جدا. فكان أمهات المؤمنين يعدونه من غير أولي الإربة. يعني إيه غير أولي الإربة؟ يعني اللي ما لهمش في النساء،
ما لهمش في النساء، وكانوا بيخصوا العبيد في ذلك الزمن، لكن ده كان بيشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته بتاع كده، يعني شكل شيز خالص يعني، وديزني لاند والحاجات اللي بتشوفوها، الكائنات اللي بتشوفوها هنا كتير دي، الكائنات دي كتير قوي منهم يعني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند نسائه، عند بعض نسائه، هذا الذي يعتقدن أمهات المؤمنين أن هذا المخنث من غير أولي الإربة، يعني مش من الرجال اللي هم إيه طمع في النساء، مخنث يعني. وكان بينعت امرأة، بيصف امرأة، بيصفها وصف دقيق، أقبلت بكذا، وأدبرت بكذا، أدبرت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت بثمان، يعني لا طرفين ومن وراء إيدين ورجلين، وقعد يوصف الوصف الإيه المفصل، الوصف المفصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا؟ هذا الرجل، هذا المخنث، بيغلب عليه صفة الرجولة، وبيعرف يصف المرأة الوصف الذي يزينها لمين؟ للرجال. لا يدخلن عليكم كلمة واحدة، لا يدخلن عليكم كلمة واحدة. حجبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا بيصف الايه المرأة بهذه الصفة التي ايه تهيج قلوب الرجال، فمنعوا لألا يصف الأزواج للنساء، فيسقط معنى الايه الحجاب، يعني الحجاب مش لبس بس، كمان في حجاب العفة، كمان حجاب السلوك، حجاب الكلام، حجاب النظر، حجاب السماع، مش الحجاب بس البتاع اللي بتحط على الراس وخلاص، لا، حجاب شيء عام، شيء كامل. وبالتالي بيستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن. وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور، ابعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغار على نسائه. انت بتشوف المتحللين الان، يعني مش هكلمك يعني، بس اسمع قصة الشيخ احمد القطان الله يبارك في عمره، لما راح زار مصر ونيمه واحد من الشيوعيين في السرير مع امراته، هو ومراته، وهو التلاتة في سرير واحد، بسمع قصته وانت تعرف وتعرف مقدار التحلل والانحطاط اللي وصل اليه الناس بسبب بعدهم عن الدين وقتل النخوة والغيرة لربنا وضعها في قلوب مين؟ الرجال. ده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان يغار على زوجته، يغار على ابنائه، على بناته، في لبسهم، في حركتهم، في كلامهم، في سلوكهم، في من يتعاملون معهم. ده امر مهم جدا في حياة المسلمين، والا فين التربية؟ والا فين التربية التي يبتغيها الاسلام ويبتغيها نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم؟ كذلك من منهجه صلى الله عليه وسلم في تربيته لهن إحسان الظن بهن،